فكرة السيروم هي تكنيك جديد موجود في الكوزماتكس، عشان كده بعد ما اصدرنا كريم بينكي عملنا سيروم بينكي، وده بسبب مميزات السيروم اللي بتتفوق احيانا في بعض النقاط على الكريم. حلو. السيروم بشكل عام هو بيبقى سائل ليكويد، في حجم الجزيئات فيه بيبقى صغير وامتصاصه بيبقى اسرع بكتير من الكريم. فده بيساعدني ان انا اوصل لطبقات اعمق من البشره، وبقدر كمان احط في السيروم كونسنتريشنز او تركيزات من المواد اللي انا عايزه استخدمها اعلى شويه من الكريم. فده الاختلاف بين السيروم او كريم، او ليه عملنا سيروم بعد ما كان عندنا اوريدي كريم بينكي. صح. سيروم بينكي مختلف عن الكريم في الكومبوننتس او في المكونات بتاعته. اول حاجه هو فيها هيلورونيك اسيد، بنسمع اسمه كتير وبقى ترند جدا في عالم الكوزماتكس، يمكن بس في ناس مش عارفه قوي هو بيعمل ايه، نتكلم اكتر باستفاضه عنه. كمان في فيتامين سي، في كولاجين بحري، في فيتامين اي، فمجموعه من المواد المفيده جدا جدا للبشره. احنا عارفين ان السيرم، احنا اهو قدامنا بينكي، السيرم بينكي، بنبقى عارفين ان البشره الجافه بتحتاج حاجه والبشره الدهنيه بتحتاج حاجه تانية. كلميني كده، السيرم بينكي هل يناسب كل انواع البشره، وايه المكونات اللي هي 1.5% 2.5% و10% اللي احنا شايفينها على الشاشه دي؟ سيرم بينكي مناسب لكل انواع البشره، لان هو بيتخصص في علاج بعض المشاكل اللي بتبقى موجوده في كل انواع البشره، مش حاجه خاصه بنوع معين. لو بنتكلم عن اول مركب فيه اللي هو الهيالورونيك اسيد، وده تركيزه 1.5% زي ما حضرتك بتقولي في الصوره. اولا لازم نعرف ان 1.5% ده اعلى تركيز هيالورونيك اسيد ممكن تلاقيه موجود في اي برودكت في الماركت. مفيش اعلى من كده، ده اقصى حاجه ممكن. 1.5 ده التوب، يعني اعلى معدل موجود في اي سيرم. هيالورونيك اسيد دي ماده موجوده في بشرتنا اصلا، هي بتشتغل زي الاسفنجه كده، بتمتص حواليها تقريبا 1000 ضعف حجم جزيئات ميه. فهي ميه بالظبط. اوكي. فطبعا احنا عارفين الميه اساس كل حاجه حيه، يعني معنى كده انها ان السيرم ده بيرطب. بيرطب جدا. أوكي. جدا. غير الترطيب كمان بيدي حاجه اسمها بلامبنج افكت، او كان البشره ممتلئه بسبب الترطيب ده وسبب جزيئات الميه، كاننا حقنين فيلر. الناس اللي بتبقى عايزه تعمل ده، أيوة. بس خايفه. أيوة. عايزه طريقه اسهل.